التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحية تتجدد بحضراتكم أيها السادة. نسير مع انطلاق شوطنا الخامس عشر الذي خصص لفئة البكار إلى المقدمة إلى المركز الأول، وهذه هي العسقدية، هذه اللي عبد الله بن سيف بالرويقدة يقدم لنا العسقدية. يا ليتك لتوضح لنا الاسم يا بالرويقدة العسقدية، بينما ناخذ اللي على المركز الثاني. المركز الثاني تقدمت وانطلقت من الجانب الآخر، هذه مشاهدين الأعزاء اللي تقدمت 397، من تقدمت في هذه اللحظات، من وصلت مع المركز الثاني في هذه اللحظات ما شاء الله. المركز الثالث عبد الله بن يميع السبوسي ياتي نحو المركز الثالث، بينما ناخذ اللي على المركز الرابع. المركز الرابع من تقدمت، من وصلت في هذه الاندفاع الجميلة، تحمل رقم 180 180. الله، يا سلام يا سلام، ولكن عودة إلى المقدمة، عودة إلى شعار بن رويقدة، إلى شعار بن رويقدة، نحو المقدمة، نحو الصدارة الأولى في هذه اللحظات، في هذه الانطلاقة الجميلة ما شاء الله. العسقدية راحت إلى الفوز، وللمرة الثالثة، للمرة الثالثة، مشكور مشكور يا بن رويقدة، مشكور على هذه النوعيات، هذه النوعيات اللي يقولون عنها ما شاء الله وتبارك الله. بينما شوف اللي تقدمت سلطان بن عبد الله بن غليطه قادم مع الشاهنيه، ثنائيه خطيره، ثنائيه، ولكن تهانينا والناموس لعبد الله بن سيف بالرويقده، ينتزع السوبر هاتريك في صباحي هذا اليوم، هذه العسقديه. بينما وصلت في المركز الثاني مشاهدينا الاعزاء الشاهنيه لسلطان بن عبد الله بن غليطه، احتل المركز الثاني. وثالثا حميد بن سالم بن راشد بن رقراقي، ولا حميد بن سالم بن راشد بن رقراقي المزروعي من احتل المركز الثالث. هذه هي النتيجه للثلاث المراكز الاولى. التوقيت الزمني 2:19 هو توقيت العسقديه، انتزعت الفوز واهدت عبد الله بن سيف بن رويقده هذا الفوز وهذا الانتصار، فتهانينا وناموس للجميع.